بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. الشهوات الروحية، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الأخر. أحد الشهوات الروحية أن المسيحي بيشتهي دخول بيت ربنا. المسيحي بيشتهي يعني إيه؟ أنا شفت ناس كتير من المهاجرين بيعملوا حركة غريبة قوي، ينزل من المطار بعد 10 سنين هجرة، أول مشوار يعمله على الكنيسة اللي تربى فيه. طب هتروح بيت جدك ولا أبوك ولا الناس اللي مستنيين؟ يقول لا، أحود على الكنيسة، ويسجد للأرض ودموعه في عينيه لأنه وحشاء قوي كنيسته. في ناس بتنزل في المطار على الدير يقول لك أنا مصر كلها كوم والأديور اللي فيها كوم، وحشاني الأديور بره في كل حاجة، لكن ما فيهاش بركة تراب مصر وأديرة مصر. شهوة بيت ربنا دي شهوة جميلة، ده اللي خلى المرنم يقول مساكنك محبوبة تشتاق تذوب نفسي للدخول لبيت الرب. ده واضح انه ده اشتياق حقيقي. واللي بيتحرم من بيت ربنا، لما مرة يعني كان في ست كبيرة في السن وكانت ست بركة قوي راحت السماء، قالت لي انا عجزت ما بقتش رايحه الكنيسه، كانت تعيط كل يوم لغايه ما اغابي ابتدت، بقت فرحانه بقناه اغابي، كانت اول قناه تشتغل، ومصدقه قوي في حكايه الكنيسه التي في بيتك، وتقول لي انا اول مره اعرف بيعملوا ايه في الهيكل، انا طول عمري بقف ورا مش فاهمه حاجه ومش شايفه حاجه، دلوقتي بقيت اشوف ابونا وهو ماسك الكاس، وفرحانه قوي بالفكر. بس بالنسبه لها نفسها تروح الكنيسه. ستي دي كانت غنية جدا وعندها، إنما ما عندهاش ولا شهوة إلا بس ربنا يديني رجلين أدخل الكنيسة. فاستعوضتها بقولة قناة أغابي. عاوز أقول إحنا عندنا شهوة اتربنا عليها، شهوة روحية. بيت ربنا ده هو السماء اللي على الأرض. بيت ربنا بالنسبة لنا ده بيت أبونا الكبير، بيت أبونا. فنلف في الدنيا مهما نلف، إنما ندخل على الكنيسة بشوق ونريح قلبنا واحنا داخلين جوه الكنيسه. واحده سالت من الرب، مزمور تاني بيقول كده، واياها التمس. يا ترى تلتمس ايه؟ تبقى اعظم ملك ولا تبقى اغنى بني ادم ولا تنتقم من اعدائك ولا تتحل مشاكلك؟ ايه الشهوه اللي بتقول هطلب حاجه واحده؟ تصور ربنا قال لك اطلب طلب واحد. المرنم هنا غالبا داود قال ايه؟ أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي كي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. للدرجة دي ده راجل غني وملك وعنده عيال وزوجات وعنده هي حاجة واحدة بس، أدخل بيت أبويا بيت ربنا واتمتع بربنا لأنه يخبئني في مظلات. ده إحساسه بقى، أنه بتدخل بيت ربوك كده ربنا يعمل عليك كده، يخبيك جواه. يسترني بستر خيمته وعلى صخرة يرفعني. ازاي الشهوة دي تتحرك فينا؟ اول معنى لبيت ربنا هو حضن الاب. عندنا في الطقس القبطي حاجة جميلة قوي المهندسين فاهمينها، من الحاجات اللي اهتموا قوي بيها في الكنيسة الشرقية. الشرقية يعني شرق الكنيسة. الشرقية لازم تبقى مجوفة، مفروض كده، ونسميها في الطقس ايه؟ حضن الاب. ليه؟ عشان كل الشعب باصص على الحضن، كل الشعب اتجاهه للحضن، وما بيني وما بين الحضن المذبح الذبيحة. فاهمين المعنى؟ يعني المسيح بصليبه بجسده ودمه خدني من الدنيا، رماني في حضن الاب. ادي المعنى ببساطة. فتوسط الطريق ما بيني انا اللي جاي من الشارع كل خطيه وما بين السماء وحضن الاب المسيح المذبوح اللي عمل النقلة دي. فأنا بعدي على الهيكل عشان أدخل في حضن الآب. الابن الضال يقول رجع إلى نفسه وقال كم من أجير يفضل عنه الخبز. يعني إيه؟ اللي عايشين مع ربنا مستمتعين، الملائكة فرحانين. طب ده أنا أعلى من الملائكة عند ربنا. يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعا. إيه العيشة دي؟ إزاي يكون في بيت ربنا وأنا مش فرحان؟ إزاي يبقى عندي حضن أبويا وانا بشحت الحب من الناس؟ ليه بعمل في روحي كده؟ ما ندخل بيت ربنا. ساعات تجي بنت من البنات تتجرأ كده وتقول لي ابونا انا مكسوف اقول لك، بس انا
انا عندي احتياجات نفسية، عاوز اتجوز، عاوز حضن، ابويا ما كانش بيحضنني ولا امي، عندي احتياج نفسي، حد ياخدني في حضنه، مش حاجة وحشة. اقول لها انا فاهم يا بنتي، عارفة تعملي ايه؟ ادخلي الكنيسة وهي هادية، وغمضي عينك وتخيلي ان انت في حضن المسيح، لانه ده حقيقي، لان الكنيسة حضن الاب. لان المزمور بيقول اعظمك يا رب ليه؟ لانك احتضنتني. لو صليتي بحرارة هتحسي بكل المشاعر اللي كان نفسك فيها وانت في حضن ابوكي او عريسك. ما هو ربنا ابوكي وهو عريسك، فهتحسي بكل المشاعر اللي انت محرومة منها، بس في بيت ابوكي، في بيت ربنا، لانه ده احتياج فعلا، احتياج نفسي. طب وماله؟ هتلاقيه. بس احنا ساعات ما بنفكرش بالطريقة دي. شهوة الامتلاء بالروح. الكنيسة حبايبي هي المكان اللي يسكن فيه روح الله. هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت. طيب ربنا، روح ربنا يحل على بيت ربنا. انت جعان لروح ربنا، كلنا أواني للروح القدس، هياكل للروح القدس. طب انا فاضي، انا جوايا نقطة زيت عمالة تقل، جوايا شوية مية قد كده، طب انا عاوز اتملي. هتتملي ازاي؟ تعالى هنا، هنا تدلق عليك المية وانت جوه الكنيسة، وانت واقف تصلي المية بتدلق، وانت قاعد تسمع وعظة جوه الكنيسة الزيت بيزيد، الزيت اللي في الاواني. هنا، هنا انا اقصد ككنيسة يعني، المكان اللي تمتلئ فيه روحيا، وهو الهدف لكل مسيحي. القديس ابو مقار مكاريوس الكبير يقول هدف المسيحي الامتلاء بالروح، يحطها كده. يعني لو سألوك يا مسيحي عايش ليه؟ تقول عشان اتملي بالروح. اللي بيها هتبقى قديس، اللي بيها هتكسب نفوس، اللي بيها مش هتغلط، اللي بيها هتبقى شبه المسيح. حط كل حاجة، فحطها بس تمتلئ بالروح توصل لكل حاجة. جوه الكنيسة تحس بالمزمور، والمزمور ده بيتقال كتير، هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. وبعدين يحط تشبيه جميل قوي، كالطيب، الطيب اللي هو إيه؟ البارفان بتاعت اليومين دول، كولونيات يعني، بس كانت زمان زيوت ليها ريحة، والأديورة بتعمل كده دلوقتي. كالطيب الكائن على الرأس، أنهي رأس؟ ينزل على اللحية، أنهي لحية؟ على قد تفكير العهد القديم لحية هارون. طب احنا بتاعتنا ايه بقى؟ الرأس المسيح، واللحية كهنوتنا احنا، احنا امتداد المسيح. لحية الكاهن هي المسيح اللي فينا، فمين؟ الرأس هو المسيح. الروح القدس ينزل من الرأس المسيح الى كهنة ربنا وكلاؤه، الى جيب قميصه، الى اسفل الرجلين. اللي حافظ التسبيحة يقول كده، ينزل الى اسفل الرجلين. يعني جوه الكنيسة ابونا يتملي من المذبح بالروح، ويملى الشمامسة اللي حواليه بالروح، ويدلق الروح القدس على اصغر واحد واقف جوه الكنيسة بيصلي، لو الكنيسة بتصلي بالروح. فتبقى كنيسة فرحانة، تبقى حتة من السماء، لان الرأس المسيح يسكب روحه، طيبه، ريحته الحلوة، ريحته الحلوة تسكن فينا. فكل اللي يصلي بحرارة تطلع ريحته حلوة، مش ريحته البخور، البخور ده أحد معانيه، لكن هي ريحة المسيح اللي بانت عليه لأنه كان واقف بيكلم المسيح. فلأنه قاعد مع المسيح بالساعات، ريحة المسيح الحلوة طبعت عليه. فعبرانيين 12 يقولها ازاي؟ قد أتيتم إلى جبل صهيون، ده الكنيسة، كنيسة العهد الجديد اسمها جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي، برضو الكنيسة، أورشليم السماوية، برضو الكنيسة، إلى ربوات هم محف ملايك، هي دي برضو الكنيسة، كل ده احنا بندخله. طب انت مش ما تشتهيش تدخل أورشليم السماوية وربوات الملايكة؟ كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، ما كلنا أسماءنا كتبت يوم ما تعمدنا، وبقينا أبكار ملهاش علاقة بترتيبك في إخواتك. أبكار يعني مفديين، فاكرين؟ لأن البكر هو اللي يتفدي في العهد القديم، البكر من ساعة ضربة الأبكار هو دايما موضوع الفداء. فإحنا كنيسة أبكار يعني كنيسة مفديين،
إلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. هو ده جو الكنيسة، داخل تقابل ملايك، داخل مفدي بدم المسيح، داخل اسمك متسجل في السماء، داخل تقابل أرواح اللي سبقوك، ومن العدرة على ماري مرقس على ماري جرجس على أبو سيفين. إيه العز ده؟ مين ما يشتهيش البيت ده؟ مين يدخل وهو مش فرحان لكل الجبروت ده كله؟ هو ده بيت ربنا بالنسبة لنا. في التسبيح هنسميها ابقي ان تاني انجلوس، بيت الملائكة، احد تسميات الكنيسة، نقولها في تسبيحة باكر، السلام للكنيسة بيت الملائكة. فتبقى داخل على الكنيسة بتصبح على الملائكة من اول النهار. طيب كلنا ناقصنا سلام، ده ابتدينا بيه الموضوع امبارح في اول اليوم. الكنيسة مدينة السلام، الكنيسة المقر بتاع السلام، الكنيسة فيها عرش ملك السلام. العصفور وجد بيتا والسنون عشا، اليمامة يعني تضع أفراخها. عارفين تحس المنظر ده، عاوز يتصور كده العصفور اللي لامم فراخه تحت جناحيه، الروقان بقى يفضل طاير ويجيب الشاي الشاي لغاية ما يعمل العش، وبعدين يحط البيض ويرقد، يا بخته، والبيض يطلع فراخ، يعني فراخ كتاكيت يعني. فالمنظر ده، الاستقرار ده، الاستقرار ده هو الكنيسة. يعني انت جوه الكنيسة بتطلع الفراخ، مقصود بيها ايه؟ تثمر، تطلع منك محبة، فرح، سلام، طول انا، لطف، جوه الكنيسة تتملي بالسلام وتطلع الحاجات الحلوة دي اللي كانت مكتومة جوه. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع، دي الكنيسة برضو. بتيجي الكنيسة تقول أنا دخلت الجبل، مين يقدر عليا؟ دخلت الحصن، خلاص الكنائس كلها حصينة، حصينة بالملائكة بقدسيها بصاحب الكنيسة ربنا، تخايف ليه؟ جوه الكنيسة ولا تفرق معانا حاجة، ولو موتونا نطلع من الكنيسة على السماء عدل، ما عندناش مشكلة. المتوكلون مثل جبل صهيون لا يتزعزع. يبقى شهوة قلبك تدخل الكنيسة عشان تبقى ايه؟ في حالة ثبات، حالة عدم تزعزع. مضطرب ادخل الكنيسة، الان ادخل الكنيسة، خايف ادخل الكنيسة، حيران ادخل الكنيسة، تبقى دخلت جبل ما يتهزش، العالم كله يتهز ده ما يتهزش. اورشليم الجبال حواليها والرب حوالين شعبه، يعني ايه؟ ربنا محوط على كنيسته، فاحساس الامان جوه الكنيسة. شهوة بيت ربنا هي شهوة السم. كل اللي بيقول لي اشتهى ان انطلق، بتترجم على الارض لي اشتهى ادخل الكنيسة، لان الكنيسة هي السماء المؤقتة، هي السماء المنظورة حاليا. تدخل الكنيسة على اعتبار ما سيكون داخل السماء. وعشان كده تلاحظوا في الطقس انك تقف على باب الكنيسة تقول بكثرة رحمتك، هي مقصود بها بكثرة رحمتك ادخل السماء. احنا هندخل السماء الا بالرحمة، لكن بكثرة رحمتك ادخل بيتك، عشان في المستقبل هتقول على باب السماء بكثرة رحمتك ادخل سماك. فتبقى انت بتشتهي الحياة الابدية عن طريق شهوة دخول بيت ربنا. واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، مزمور يقول ده موضع راحتي. ربنا بيقول كده على الكنيسة، ويجوز انت تقول كده عن الكنيسة. يعني ايه المكان اللي يريحك على الارض؟ بيت ربنا، اكتر من بيتك، اكتر من بيتك تبقى الكنيسة مريحة ليك، لان هناك الغفران، هناك النعمة، هناك الامان، هناك الحب الالهي، هناك الاخوات في بعض كالطيب على الراس. كل الحاجات الحلوة مفروض تلاقيها في الكنيسة. مزمور تاني، ما اكثر المزامير اللي بتتكلم عن شهوة الكنيسة على فكرة. يعني اليهود على فكرة إن كان فيهم حاجة عدلة فيهم الحتة دي، اليهود الأتقياء كانوا لما يجوا يطلعوا الهيكل يهايبروا، يعني الفولت يعلى عندهم، فتلاقيهم يغنوا وليهم، وكان الهيكل عالي فكانت السكة طويلة زي جبل أمبنطونيوس كده، فكانوا ياخدوا السكة دي كلها مزامير مغناة، يسموها مزامير المصاعد. منها إيه؟ فرحت بالقائلين لي إلى بيت، مجرد قالوا لي يلا نروح الكنيسة أنا فرحت. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، يعني قبل ما يوصلوا للهيكل، بس وصلوا لأورشليم تلاقي الهايبارة زادت. وعلى فكرة ده اللي حصل يوم حد الزعف.
يوم حد الزعف جايين كلهم من القرى، فالدارس جغرافيا جبل الزيتون بيشرف على أورشليم. أول ما جم ناحية الجبل بصوا على أورشليم، التسابيح عليت، ابتدت قصانة بقى تجلجل وبقت تسمع اللي في الهيكل، فاتغاظوا جدا بقى اليهود اللي هناك، وكان عدد مهول. فهم مجرد ما شافوا أورشليم بس، شايفين الهيكل من بعيد لسه فوق الجبل، إنما المنظر خلاهم يصرخوا مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي وصلنا، لأنه المنظر لوحده مفرح. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة، معنى جميل قوي. تعرفين الكنيسة هي الإنترنت مع السماء، يعني الوصلة اللي بيننا وبين الملائكة والقديسين هي الكنيسة، مدينة متصلة والنت ما بيقطعش أبدا، فتلاقي الخط مفتوح طول الوقت مع السماويين من خلال الكنيسة. شهوة التعليم اللي كنا بنقوله عن اللبن العقلي، قلنا لبن الأم، فأنت يضاف إلى أنك نفسك تدخل بيت ربنا عشان حضن أبوك وعشان السماء وعشان محبة الإخوة اللي في الكنيسة، كمان أنت عاوز التعليم العديم الغش، عاوز اللبن اللي تتغذى به، فبتيجي الكنيسة فرحان جدا. عندي ست ربنا يديها العمر، عجوزة قوي وغلبانة غلب الدنيا، وحريصة تيجي كل يوم ثلاث في درس الكتاب عندي، وأنا بخاف عليها لأنها زقة ممكن يعني تطيرها يعني، ولاقيها قاعدة وإيه هتاكلني أكل كده وهي قاعدة، وهي معدية 90 تقريبا، والناس تتبارى أنها توصلها يعني عشان بيحبوها وحاسين ببركتها يعني. وتيجي من ايه، من 4 مثلا، انا درس الكتاب 6:30، تيجي الساعة 4 وانا مش عارف بتعمل ايه، يعني ازاي بتركز ده كله. فمرة بقول لها يعني بيطلع في التلفزيون يعني، فقعدي في بيتك انا يعني صعبانة عليا، قالت لي لا في بيت ربنا حاجة تاني. ففوقتني، ايه اللي علمتني الدرس؟ لا، وانا قاعدة في بيت ربنا لا حاجة تاني، يعني مش حب الانجيل بس، لا ده حب البيت. هي تيجي رغم ضعفها وعجزها فرحانة جدا، وتقعد بالخمس ساعات ومبسوطة. احنا شعبنا بيحب الكنيسة، احنا الكنيسة الوحيدة اللي في العالم نتسابق يوم الجمعة العظيمة عشان نقعد 12 ساعة. العالم كل بيقول علينا مجانين، المجانين دول بقى مش بيجوا يبصوا في الساعة، ده اللي بيجوا قبل الساعة، يجوا من 5 الصبح ولسه الصلاة هتبتدي 7-8. ايه ده، احنا كشعب قبطي الحتة دي جميلة فينا. ان كنت ابطئ، قديس بولس بيقول كده، كان متعطل في زيارته لتيموساوس، قال له لكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. الكنيسة منارة الحقيقة، نور للعالم كله. كان في حاجة زمان اسمها المنارة الذهب، منارة الذهب دي كانت في القدس، فالكاهن وهو داخل من بره ده الحوش، كل الناس شايفة بعض وفي مسبح المحرقة، إنما في حجاب ممنوع حد يعدي إلا الكهن. في القدس في 3 حاجات، في مائدة اسمها مائدة خبز الوجوع، عليها 12 قربانة بيغيرهم صبح وليل إشارة للأصباط، وفي مسبح البخور. طب القدس ده عبارة عن أوضة أنا ما فهمش في الهندسة، مش فاكر يعني، تطلع 4 في 5 يعني، مش حاجة كبيرة قوي القدس يعني. طب دي منورة زي دي، ما فيهاش شبابيك، خلي بالكم. الكهن عندهم نبطشيات صبح وليل، المنارة الذهب 7 سروج لازم يقيدوها صبح وليل، يعمروها زيت ويطمنوا عليها، تفضل شغالة بالألف سنة. المنارة الذهب دي إشارة للكنيسة اللي هي بص على إيه؟ على مائدة خبز الوجوه اللي هي التناول، وبصة جنبها على ايه؟ على مسبح المحرقة اللي هو البخور. فكأن الكنيسة منورة العالم بالصلاة والبخور وبالجسد والدم اللي على المسبح، فاهمين المعنى؟ لكن منارة 7 سروج شغالة صبح وليل، عمود الحق وقاعدته. طب انت حاسس بكده؟ كنيستك منورة العالم، هي اللي بتعلم الناس يعرفوا الحق ويدخلوا السماء ازاي. شهوة التسبيح، كنيسة المجال اللي فيه تنطلق بالتسبيح، اللي ما يعرفش يسبح يجي الكنيسة يسبح من غير ما يحس.
لأنه حصل عندكم معجزة زمان في الأقصر كده، كان في أسقف قديس من حوالي 100 سنة مش فاكر اسمه، يقال أظن أنبا بفنوتيوس، أنه يقال راجل بسيط لكن كان بيعمل معجزات، وبعدين داخل في كنيسة فإيه العيال كلها طبعا إيه حافظين بقى اسم الأسقف وعمالين يهيصوا وينادوا اسم الأسقف، فقعد جنب بنت لقاها ما بتتكلمش، قال لها بنت ما تقولي زي العيال، فقامت ابتدت تقول، فلقى الزغاريت اشتغلت، فقال لهم ايه الحكاية؟ قالوا له دي خرصة يا سيدنا، دي خرصة، انت قلت لها اتكلمي كلمت. انما الاخرس ينطق في الكنيسة، يعني ايه الاخرس اللي جاي سلبي يسمع بشفاعة والدة الاله يقول، اجيوس يقول، امين امين يقول، من الطفل للشيخ. ليه؟ لانه الحرارة بتتنقل من واحد للتاني. جالنا مرة صلى معانا 20 قسيس بروستانتي من أوروبا، بعتهم لي أنبا موسى يصلوا معايا قداس يوم حد، وبعدين أنا طبعا توقعت إن هيدخلوا 10 دقايق مش هيفهموا حاجة هيمشي، فأنا قلت نوضب لهم فطار عشان إيه نوزعهم، إلا ولاقيهم قعدوا الساعتين. طبعا كان في خادمة شاطرة حط لهم شاشة والكلام طالع بالإنجليزي قصادهم عشان يتابعوا، وانا قايل لها امنين ما يزهقوا الصالون جاهز ووزعيهم، انا مش هكروت، انا هصلي قداس بزمة وخلص. وبعدين رحت لهم بعد القداس، وقداس يوم الحد يعني براحته يعني، لقيتهم كلهم منبهرين بحاجة واحدة بس، الشعب كله بيصلي الكنيسة بتترج. قالوا لي هم دول المسيحيين اللي في مصر. طبعا انا ما صدقت بقى، قلت لهم دي كنيسة من 15 في حتة قد كده اسمها مصر الجديدة من القاهرة من... قالوا لي وكل كنايس كده؟ قلت لهم كل كنايس كده. ليه؟ لأن شعبنا وقت التسبيح بيسبح من قلبه صغير وكبير. الملحوظة التانية اللي قالوه، قالوا ما فيش في العالم كنيسة عرفت تخلي الطفل والشيخ واقفين جنب بعض بيقولوا نفس الكلام، مش موجودة. قلت لهم كنيستنا عاملة كده وطبيعي فيها كده وفرحانين بيها كده ومحدش تعبان، فاحنا هي دي السماء بالنسبة لنا. اذا كنيستنا فيها تسبيح فانت بتشتاق، بيوحشك اللحن، بيوحشك ثكتة يقوم، بيوحشك ياك، انت متبرمك صح. والشيطان قاصد يهاجم الكنيسة دي بالذات، يهاجم ألحانها ويهاجم طقسها، ويطلع لنا شباب مش مستطعم، عشان عارف القوة اللي في الحاجات دي. بس اللي فاهم بقى لا، ده عنده شهوة بيت ربنا وعنده شهوة التسبيح جوه بيت ربنا، شهوة النقاوة والشفاء. الكنيسة مستشفى، قديس يوحنا ذهبي الفم قال كده، قال كل اللي جايين على المستشفى عيانين، كلنا داخلين نتعالج في الكنيسة. جوه القداس في الشفاء، جوه الكنيسة في أب الاعتراف، جوه الكنيسة في التعليم، الفيتامينز اللي بناخدها عشان نكبر شوية، جوه الكنيسة في كل أنواع الأدوية. فأنت جاي تخف لما تكون رايح مشوار وانت متأكد انه في شفاء، أكيد بتبقى رايح فرحان ومشتاق. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية والنجاسة. يعني إيه ينبوع للخطية والنجاسة؟ في حاجة اسمها مية النجاسة. مية النجاسة يعني تشفي من النجاسة، عشان ما حدش يفهمها غلط، تلاقوها في سفر العدد واللون. مية النجاسة يعني اللي تترش على الواحد تشيل النجاسة منه، واخدين بالكم؟ فبيقول ينبوع مفتوح، تعالى تعالى كل الناس اللي تعبانة دي، وده أحد معاني المية اللي بتترش على الناس في الآخر. إشارة بس إيه لفكرة إنه كل الأمراض هتطلع منكم، شوية الصلاة اللي صليناها والعز اللي كنا فيه. عشان ندخل الكنيسة براجع معاكم، تعالوا ندخل باشتياق وبخشوع، يعني داخل كأنك داخل على السماء، وداخل بفرحة بشوق، هنا أبوك وهنا أمك وهنا أخواتك وهنا الملائكة وهنا الشهداء وهنا مستقبلك الأبدي وهنا العلاج وهنا الحضن وهنا اللبن. ده انت مفيش مكان تاني زي كده في الدنيا كلها، مفيش حتة أحلى من الكنيسة. داخل بإيمان بثقة انك انت قدام ربنا هتاخد كل حاجة في بيت ربنا،
داخل الكنيسة بتواضع، عارف انك خجلان، بتاخد شكل العشار، تقف ورا مش لازم قدام، وحاسس كل الناس احسن منك، لكن فرحان طالما وقفت جوه بيت ربنا يبقى ليك نصيب في ربنا. واقف بتركيز مستخسر كلمة تفوتك، مستخسر صلوة تروح عليك، لانك حاسس كله ليك، كله يشبعك لإلهنا كل مجد وكرامة.